ده تقليد طبعا بيعمله النادي الاهلي كل سنه والله حريص عليه. وانا الحقيقه يعني شايف ان المنتخب الرياضي من الاعلام الرياضي بيبقى حريص ان هو يلبي الدعوه دي، لان التجمع جميل بيحصل كل سنه، بنشوف بعض، بنشوف احوال الرياضه، احوالنا الحياتيه، فرصه للقاء يعني، مش سهل ان المجموعه دي كلها تجتمع في مكان واحد. حضرتك شايف ان المدير الفني الاسباني الجديد قادر ان هو يحقق بطوله افريقيا مع النادي الاهلي؟ بص، انا طول عمري يعني انا بشتغل في الشغلانه دي بقالي سنين طويله جدا، عمري ما حكمت على مدير فني من ماتش خسره او ماتش كسب. يعني لو كان جريده كسب ما بقاش هو صاحب الفضل، لان في واحد اثنين قبلين اشتغلوا مع الفرقه. هو خسر برضه ده مش ذنبه هو، لان القضيه عمليه متكامله، ما فيش حاجه اسمها مدرب لوحده، في مدرب واداره ولاعيبه ومواهب. واحنا عارفين النادي الاهلي بيمر بفتره صعبه جدا، عنده فرقه اعتزلت وفرقه اصيبت وبيطلع شباب جديد، والشباب ده يعني هم خسروا ماتش سموحة مش عشان كانوا مقصرين، لا هم خسروا ان هم كانوا متحمسين زياده عن اللزوم. الحماس بتاع الشباب ده هو اللي اثر على فرقه النادي الاهلي في هذا اللقاء. هذا الدفاع الفرقه عندها خبره بتلعب مع بعضها باستمرار كمجموعه يعني، هو ده اللي اثر. فجريته لسه بدري عليه ان احنا وصلنا عليه ماتش اثنين وثلاثه واربعه عشان نقول الراجل ده بيفكر ازاي. لكن يعني الماتشات اللي جايه كتيره، مهم جدا التغيير اللي حصل ده النادي الاهلي. الشباب عنصر مهم قوي قوي في الكوره دلوقتي، مش في الحياه بس يعني، في الكوره كل فرقه حتى في كاس العالم اللي عملت مفاجات عندها سرعات عاليه جدا وعندها شباب. الاهلي بيعمل التغيير ده وارجو ان هو ينجح فيه يعني ان شاء الله. رايح حضرتك في استبعاد خماس الفريق اللي هو مانجا ورؤوف وحمدي ومسلم قناوي، رايح حضرتك فيه؟ اللي انا ما شفتش ان الاهلي استفاد فيهم طبيعي ان هم يمشوا. يعني في لعيبه بتبقى بدلاء بتنزل بتغير تساعد الفريق، في لعيبه يعني قاعده على دكه يعني ما بتعملش حاجه يعني. حضرتك شايف ان يعني الاهلي ما استفادش خالص من الخماسي دول؟ استفاد قبل كده، لكن في السيزون اللي فات ده ما استفادش طبعا. هو بيغير وعايز يبني المستقبل، لازم يمشي ناس.